انت اذنت؟ مش هلحق العب. الله اكبر الله اكبر ولا اله الا الله. الجو حر شوي. ان محمد رسول الله. حي على الصلاه، حي على الفلاح. قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. استقيم ورحمه الله. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم.
ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد
ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون الله أكبر الله أكبر وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير الله أكبر س-
سمع الله لمن حمده. كثيرا طيبا مباركا فيك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مين اللي بيردني؟ في حد بيردني غير سعد؟
مش حد الصف الثاني. انا مش طبيعي ده. حد من الصف الثاني. اعترف يا جماعه اعترف. هو في يعني تعب ولا والله. قول بس عشان الناس تاخد بالها. في كذا حد بيردني، فانا عايز اقول بس ان في واحد بس ان شاء الله يردني. سعد سعد هيردني ان شاء الله. جزاكم الله خير. برازر نعيمي عملت كده مش فاتح مصحف وارد معز كده يا معز. حد معلم عليا على جميع الاصابع مسمعها لك. ما غلطتش سمعتها دلوقتي قبل العشاء. اسمه ده احمد عمار. ما غلطتش والله بس غلطت في الصلاه. الحمد لله لكن انا عامل انت راجل بروفيسور هتذاكر لي وهخش على بعض. روسيا هلا مع اوكرانيا تصويره يعني شوف الخط ده خط دول على بس هو اللي حجز النهارده دي دونباس. ماشي المهم مفيش حد يزنقني اي مكان. حد يقدر يعمل ابو شيخ؟ حد يقدر يزنق بالاساور الذهبيه دي يا عم؟ لا ما عملهاش دي الحج. عشان معاش اقرب منه. اه؟ ما عارف. بسم الله ما شاء الله. خدت لي كم بقوع وانا صغير. انت بنات؟ خلص خلي سعد خلي سعد خلاص انت انت الصلاة تبقى ما يثابك الله. جزاكم الله خيرا. دعم الفيلم دعم تكنيكال سبورت. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون
والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون الله أكبر سمع الله لمن حمده طيبا بركا بك الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
أفلا تتقون؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم بربهم لا يشركون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها
ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد
بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم. اللهم وتب علينا أنك أنت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى says in the Quran: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.
This ayah talks about a group of the Sahaba at the time of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in the context of the battle of Tabuk. Tabuk, basically a group of tens and hundreds of thousands of Romans, in our modern language, European Christians, they were gathering themselves to come to demolish and to get rid of Muslims in the Arabic Peninsula. So Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, by his intelligence, knew that they are coming to get rid of him. So he decided to prepare an army to go to attack them before they come to him, as a, like a strategic, let's say, military plans. This is called the Battle of Tabuk. It happened in a time where poverty was in the top, very hot, facing a very difficult situation. So the decision was made that anyone who does not have anything to ride, no mounts, no camel, no horse, nothing at all, he can't come unless if you can provide something to ride and to be fully equipped by yourself. Otherwise, you can't have the honor of being a mujahid or to go with this, which is a compulsory. But if you can't find, you are not allowed to come walking, because it's 1 month, you know, travel to meet the Romans. Anyway, this is the context. Now, some Sahaba, they were poor, they were dying from inside, they want to participate in this honor, but they don't have money, they don't have horses, no camels. So Allah subhanahu wa ta'ala was praising them by saying, وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ. So there is no blame, because it's compulsory. And you might be doing a kabira, a major sin, if you don't participate. It's not up to you. But Allah is saying there is no blame for those who came to you and you told them that I can't have mounts for you and they can't provide. So they left you, O Muhammad, and their eyes were overflowing, streaming with tears, because they can't find anything to provide to be with you in this battle to defend their honor and their existence. What is the point? Now, connect this with the following hadith, then I will give you the title of my khatira. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said about this specific incident, a hadith. He said, after they moved, when they started moving to meet the Romans, he said, إِنَّ فِي الْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا صَعَدْتُمْ مِنْ جَبَلٍ وَلَا هَبَطْتُمْ مِنْ وَادٍ وَلَا لَقِيتُمْ عَدُوًّا إِلَّا شَارَكُوكُمُ الْأَجْرَ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ. Prophet Muhammad, look, after they left, and they left behind them this group of honest, genuine people who have a big excuse that they can't provide and they can't participate. My son is entrapped by the RCMP and the FBI. He's sick and captive now in the US. And I need your help. You just need to sign this at the door. We really need your help. This is all of the messages. Shukran. JazakAllah. Okay, if you don't mind, please try to support to just sign this, inshallah, after we finish. Okay? JazakAllah khairan. I forgot what I was saying. Okay, JazakAllah khair. JazakAllah khair. So Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was telling, I forgot the idea. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sorry. Yes. So Prophet, JazakAllah khair.
Sister, please arrange with brother Ihab or Imam. Let them do this. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. طيب let them do it, inshallah. طب if they promise to do it, why you interrupted me? Brother, hi, mashallah. جزاك الله خير. جزاكم الله خير. طيب. إن شاء الله. Brother Ihab, where is Brother Ihab? Brother Firas, Brother Muhammad Khalil, please the administration. You take a decision. It's not my decision. Where is the administration? لا حول ولا قوة إلا بالله. والله I forgot another time. غفر الله لنا تقصيرنا كان الله في عونها. So Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, I lost the whole idea. You see it? Yes. What was the problem? Ah, yes. قال Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم قال ما صعدتم إن في المدينة أقواما ما صعدتم من جبل ولا هبطتم من واد ولا واجهتم عدوا إلا وفي المدينة أقواما قال شاركوكم الأجر حبسكم العذر. He was saying to the after they left, talking about those who were left behind him from the genuine honest people. He said, in the Medina there are a group of people, you, he's addressing now the Mujahideen themselves, you will not go up to any hill or go down with any valley, or you faced any enemy who might kill one of you or some of you, any ajr you will be having because of facing these difficulties and obstacles and struggling and all of this fighting, those group at the Medina, they will be sharing you with the ajr even though they are not with you. Why? Because they have a valid excuse by Allah subhanahu wa ta'ala. حبسهم العذر. What is my point? My point is the niyyah, the intention. We have a great gift from Allah subhanahu wa ta'ala, which is the niyyah. You need to know. This is a glad tidings, good news. Big gift from Allah. Niyyah works an amazing, amazing job in Islam. If you have a purified niyyah to do things for the sake of Allah, whatever happens from obstacles that you could not achieve, fulfill whatever you want, the ajr is fulfilled completely, even though you have might not done anything because of your niyyah. So where can you find this on earth with the human beings? Where? I always use the example of the salespeople. If I'm a salesperson working with a company, any company, the best democratic system on earth, I'm a salesperson or a marketing person, I have a target. They tell me, you must achieve this and this. If I do not, what will happen to me? Fired. You don't achieve, no need for you. Look to Corona, what happened? Millions of people on earth, big companies, many of them like vampires. They don't care. They need just to achieve more millions. They are multi-billionaires. You need more millions. They don't care with you or me. Out thousands and thousands because you're achieving. In the law of Allah, you are excused if you can't. Immediately you will be excused. This is the good part of the equation. Let's come to the scary part of the equation. In the human law, you can cheat, I can cheat, I can lie to you, you can lie to me. I can work in your company, I can bring a false, fake medical report, I keep taking your money, and I'm excused by law because you can't catch me, or vice versa. In the law of Allah, no one can play dirty games with Allah. No one can cheat Allah. So from one angle, you are fully excused if you can't. If you can, you can't escape. When you put the full equation, you must really say, Alhamdulillah, ni'mat al-Islam. Because the biggest problem for us, but I can't. Allah knows if you can't. Don't worry. Go and sleep because you can't. Wallahi, with your dua and $1, you might achieve the ajr of someone else who has paid $10 million, not achieving part of your ajr because Allah knows your
رب درهم سبقه ألف درهم. A one dollar might be competing and reach before, you know, 1 million or 1,000. So let's reschedule our mind in our relation with Allah on this equation. Be aware that you must have a pure intention for anything you do, should be, you know, in parallel with what Allah subhanahu wa ta'ala wants. And the genius scholar of Islam, Al-Imam al-Bukhari radiyallahu anhu wa rahimahullah, out of the thousands of the highest, most authentic hadith, he chose hadith number one in his book, As-Sahih al-Jami' what? إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. Verily indeed, actions are just considered by intentions. If there is no intention, no consideration. If there is an intention, there is consideration. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. This is not a repetition. This is a new meaning. And verily indeed, you will be held accountable according to your niyyah. If you have a good niyyah, you will be rewarded with hasanat. And if you have a bad niyyah, no one knows but Allah knows. You will be a sinful person. No one can cheat Allah. No one can play games with Allah. No one can escape from Allah. So have a peace of mind. Your right will not be, you know, you will not be messed, will not disappear. But be careful. The only being in the universe, Allah subhanahu wa ta'ala, we can't escape from him. So let's do it properly in the right way from the very beginning. All the time we have ajr, no room to escape from Allah as well. Jazakum Allah khairan. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all these. Before, I think Brother Firas will tell you, you will read this, huh? Jazakallah khair. Barakallah fiqh. Bismillah. Tadda. Bismillah. Okay. Corolla Hamra, Brother Harun. BZDB445 is yours. Yeah, I know. And keep an eye on everybody. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How many of you know our son Abdurrahman bin Nasawi? Raise your hand, please. طيب. Abdurrahman bin Nasawi was one of our children, dark children, that was raised amongst us. And unfortunately, due to his mental illness, he was subjected to an entrapment operation by the RCMP. What does an entrapment operation mean? It means it was a setup to get him involved in a plot that resulted in arresting him in New York, and he's now sentenced to 40 years in jail. We know it's an entrapment. We know since 2014, there's a program called Countering Extremism and Violence. And there's another name for it, De-Radicalization of Muslim Youth. And this program is a very dangerous program. It was targeting Muslim youth in a claim that Muslim youth are planning terrorist attacks in Canada. And we all know, we, Dar Foundation Management, attended many training with the RCMP, with the Council of Imams, and we've complained a lot about this program because this program was targeting Muslim youth, entrapping Muslim youth. It wasn't real. Why did they arrest him here? Why did they arrest him? Why did they arrest him in States? Because they were in the States for a visit. RCMP it's in collaboration with the American forces, with the American CCs and FBI. So who's behind it? It's the FBI. This is the reason why, right? So this program is very dangerous. So we've been trying to fight the government for it for many years now. Now, unfortunately, that our son, Abdurrahman, you know, was entrapped. And we need to stand up as a community to say no. And by the way, this program is being revived right now. And I had a meeting with the Minister of Defense, Anita Anand, who's our MP, just 2 days ago. And I brought this up with her. And I'm going to the Parliament on Monday. And we're going to raise this issue. This is a very serious issue. All our sons, our young sons,
Be careful when you go on the internet. So, we don't want this to happen to anybody. And the first way to push this back is to help Abdurrahman. We need to help him. We need to make our voice very loud and heard. We do not accept this. Because if we accept this, it becomes close to home. Our sons are subjected to this. So what we're asking you here to do in this blessed month of Ramadan, the last 10 days, again, to couple al-iman bil-amal. Amanu wa amilu salihat. This is a amal opportunity. So please, do not leave today without picking up a postcard and sign it, and you can send, just follow the instructions. He was going to send it. Yeah, or sign it for brother Osama, he's right there. Just sign it and leave it for him. Your name and signature, and this is going to get mailed to the Minister of Public Safety. We're also speaking, as I said, to other ministers to put pressure. We need to bring him home. He's mentally ill, and it's unfair what happened to him. So two things, his physical mental condition and our safety as a community is being jeopardized. So for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, for your ummah, for Abdurrahman, for our children, please, every and each one of us today, sign a copy and make sure that our voices are heard. May Allah subhanahu wa ta'ala protect you, protect all of our children from such unfortunate plans that we need to be very careful of. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. One more advice for the youth, because my son is asking, tell them not to put comments on everything, Facebook, this thing. You know the youth? Yeah. They don't know who's throwing there. Yeah. It's dangerous. So an advice for our youth, please, be careful when you're exploring the internet. Be careful of some sites that claim to be defending Islam and Muslims, and they're actually not real sites. They're there to entrap you. Don't participate in these sites. You can tell that there's extremism in it, and you can tell that they're set up. So just... Absolutely. Another great point from Sheikh Abdul Aziz Allah Khair is a lot of people that on the internet, they sound like they care about Islam. They care about Muslims, and they pull you into extremism. Islam is not learned on the internet. Please. Islam is learned here in the masjid. We have shuyukh, we have ulama, we have specialists, we have experts. Come to the masajid and learn your deen. If you get stuck online, you never know what black hole you're going to be sucked into. So please take it very serious. The program is being revived. Please be very careful and take care of yourself. And ask Allah subhanahu wa ta'ala for guidance. May Allah guide us all. Question. What's the legal implication of signing? Is there any worries or legal implication to sign this? Absolutely not. You are voicing yourself as a citizen or even a PR, you're saying, I support this cause. I want Abdurrahman's case to be reconsidered because he's mentally ill. So inshallah, don't worry about any legal implications. Assalamu alaikum. Pilot CDD D017 is blocking the path in there, so please move your car. CDD D017. ما جبتش ازازه من الجامع. I'm sure we'll find it there.
الله يبارك لك يا عم. لما تلاقي عم ابو شيف كده في ظهرك بيدافع عنك خلاص. عايز اتكلم اتكلم بقى. استقيم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، قل رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما،
قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله tomorrow after the winter I will repeat again the manners of the prayer كيفية الصلاة هيئات الصلاة if you are interested with your kids with your wives with your husbands sisters please 20 minutes I will explain the pillars of the prayer أركان الصلاة هيئات الصلاة سنن الصلاة you know how to pray properly and how to know when your prayer is valid and when it is not valid inshallah after the winter tomorrow for 20 to 25 minutes maximum in this hall jazakallah khair assalamu alaikum wabarakatuh inshallah we'll be going to pray shafa'an wat every time after the raweeh and if you're going to come for qiyam you don't pay too much you know that right there is only one wat in the night so you can pray wat with us now or you finish two shafa'an And then you wait, and after Qiyam, inshallah, at Tahajjud, at 2 and 1:30, you can pray the wat. And because we're praying two shafa'a now, we will end up Tahajjud with one wat only. We will not pray three, because we pray two now, okay? Then you leave, and then you pray one wat right now or at the end. If you're going to pray wat with us right now, you can bring another rak'ah. So in this way, you pray two. So after the Imam make the taslim for the wat, you can make another rak'ah, so you pray two and then you pray rak'ah, pray water by itself at the end of the night. So the main point is you pray one wat, you end your salah with one old rak'ah, inshallah. This clear, inshallah. Qa'da'i al-Shafi'i wal-Witri athabakum Allah. صلوا صلاة مودعين. Pray as if this is your last. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية، لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة، كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين
وصل اللهم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل اللهم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا بالصلاة على محمد من الفائزين، ولحوضه من الواردين الشاربين، ولسنته من التابعين المطبقين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين. اللهم فرج عن المسجد الأقصى. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بالطاغين الباغين يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز كلمتك كلمة الدين يا رب العالمين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، واجعل رمضان نعمة لنا يا رب العالمين، واجعلنا من عتقائك من النيران. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.